الرشوة والفساد الإداري والمالي ينخران مؤسسات الدولة منذ سنوات، ما تسبب في تراجع العراق اقتصادياً وخدمياً وعلى المستوى التعليمي والصحي، لتشكل عدة تراكمات أثارت غضب الشارع العراقي الذي خرج على إثرها بتظاهرات شعبية تطالب بالإصلاح والقضاء على الفساد ونيل المبتغى في الحصول على وظيفة حكومية تضمن لهم المستقبل بعد سنوات من الجد والمثابرة لإكمال تعليمهم. فهل ستحقق الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ما خرجت لأجله في أن تقضي على الفساد، أم سيستمر الوضع على ما هو عليه؟ وإن استطاعت هذه التظاهرات أن تقدم يعني الشيء البسيط فيما يتعلق بالإصلاحات، لكن هناك إصلاحات كبيرة حتى هذه اللحظة لم تطبق. استمرار هذه التظاهرات وبكثافتها وبالقوة التي خرجت فيها منذ بدايتها وحتى الآن، أعتقد ستكون لها انعكاسات إيجابية أكبر مما هو عليه الآن فيما يتعلق بتحقيق كافة الإصلاحات التي خرجت من أجلها. لازم نقضي على الفساد، لأن أنا من طلعنا من 1/10 لازم أنا طالعين نبدل هذا النظام كله. أنا أريد، أنا شو قلت؟ نريد حريتنا، نريد احنا كل شيء بكيفنا احنا نسويه، احنا كشعب كمواطنين غالين. القضاء على الفساد أمر صعب لا يمكن أن يتحقق في ليلة وضحاها، فهو يحتاج إلى سنوات من العمل الجاد بحسب محتجين الذين أبدوا التفاؤل رغم ذلك في أنهم استطاعوا إيصال صوتهم رغم المشكلات التي ما زالت تعاني منها مؤسسات الدولة. طبعا الفساد هو من زمان بالعراق، مو بعد 2003، من قبل 2003 كان موجود بشيء قليل، بعد 2003 صار بكثرة بسبب كثرة الأحزاب، بسبب قلة الوعي. التظاهرات تغير بس ما تقضي على الفساد 100%. اللي يقضي على الفساد هو داخلنا هو اللي راح يقضي على الفساد. لازم احنا نغير من صدق، نغير من نفسية العراقي، نغير من قناعاته. العراقي هواي حاربوا قناعاته، هواي غيروا من مبادئه. السيطرة على المفسدين لا تستطع التظاهرات وحدها أن تعالج كل ذلك، ما لم تكن هنالك نوايا صادقة للجهات المعنية في الحكومة العراقية في كسب رضا الشارع العراقي وأن تطبق القوى السياسية البرامج الإصلاحية التي أعلنت عنها قبل وصولها إلى كرسي الحكم. لبرنامج حديث بغداد، ندى المرسومي، MBC العراق.